بعد التأهل وإجراء مراسم القرعة التي أوقعت منتخب مصر في المجموعة الفولاذية مع الثلاثي هولندا وإنجلترا وأيرلندا، بدأت الاستعدادات للنهائيات العالمية على قدم وساق، وها هي العقبات تذلل من أجل الظهور بمظهر مشرف مع كبار العالم في هذا الكرنفال الذي تنتظره جماهير كرة القدم في العالم كل 4 سنوات. بعد معسكرات شاقة داخل مصر وخارجها ومباريات تجريبية مع كل المدارس الكروية، كانت البداية في 12 من يونيو عام 1990 مع الطواحين البرتقالية بقيادة ثلاثي ميلان المرعب ريكارد وخوليت وفان باستن، ومعهم قاعدة الصواريخ الكتالونية رونالد كومان والحارس الكبير فان بروكلين. قبل اللقاء وفي الممر المؤدي لملعب ديلا فافوريتا الذي استضاف اللقاء، وعند مشاهدة لاعبون لنجوم المنتخب الهولندي بأجسامهم الفارعة، طلب إسماعيل يوسف نجم الوسط من مدربه إخفاء اللاعبين صغار الحجم وتقديم زميليها أحمد شوبير وجمال عبد الحميد لصنع التوازن المفقود في انتظار صنع شيء أثناء اللقاء. المواجهة التاريخية التي أدارها الدولي الإسباني إيميليو سوريانو في حضور أكثر من 33,000 متفرج شهدت أداء مبهرا لأبناء الجوهري في الشوط الأول، وأكثر من فرصة ضائعة ومهارات فريدة للنجم الأسمر أحمد الكاس. عبد في الشوط الثاني وبعد مرور 13 دقيقة تقدم فان كيفت للهولنديين قبل نزول عدالة السماء على ملعب مدينة باليرمو بالجنوب الإيطالي، عندما تمكن مجدي عبد الغني من معادلة النتيجة قبل 7 دقائق على نهاية اللقاء من ركلة الجزاء التي منحها سوريانو لحسام حسن لاعب النادي الأهلي بعد تعرضه للدفع والجذب من كومان نجم برشلونة الإسباني. نجح عبد الغني في تسديدها بنجاح على يمين العملاق فان بروكلين، وترك جماهير العالم وأبطال أوروبا ينظرون لهم بعيون الدهشة والإعجاب. الثاني الله المصريين